ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده، هنرسم رسمة جميلة جدا عن الصيف والبحر، ان شاء الله تعجبكم. على ما نرجع بالتفاصيل، ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. النهاردة هنرسم مع بعض موضوع عن الصيف او المصيف او الاجازة الصيفية. هنعمل بحر وشط واطفال بيلعبوا، ان شاء الله يعجبكم. بس امشوا معايا واحده واحده، كله هيبقى سهل جدا باذن الله. اول حاجه زي ما بنعمل في كل درس، لازم نحدد اماكن كل حاجه بتاعتنا. هنا مثلا ده الشط، وهحدد مثلا اخر الميه فين، بس كده. طبعا كله بخطوط خفيفه عشان ما تاثرش بعد كده معانا واحنا بنلون وما نقدرش نمسحها. هنبدأ بقى نحط العناصر بتاعت، انا هنا مثلا هعمل اول حاجة شمسية كبيرة، انا هحاول ان شاء الله تقلكوا بالرصاص اكتر من كده، بس يعني ايه، انتوا عارفين بحب اعمل بخط خفيف، وهوريكم كل التفاصيل، وكمان هنعمل بالقلم الحبر فكله هيبان معاكم متقلقوش. انا بس بحط مكان كل حاجة فين. هنبدأ بقى نرسم الشخصيات الجميلة بتاعتنا. أول حاجة هرسم هنا بنوتة كده. طبعا احنا خدنا في درس منفصل تماما ازاي نرسم ولد وبنت بطريقة سهلة وبشكل بسيط جدا، تقدروا تشوفوه. بنحلل الشخصية الأشكال الهندسية، وبعد كده نعمل التفاصيل بتاعتنا ونرسم كل الهدوم والملامح والكلام ده كله.
هرسم كمان ولد بيلعب مثلا في الرمل، نظبط بس ده كده. هنعمل بقى جنبيها كده ولد بيلعب في الرمل، من الحاجات اللي بتبقى موجودة كتير جدا طبعا على الشط. ممكن نعمل جنبه بقى زي ما عملنا ادوات كده بتاعته، ممكن نعمل كمان العوامة مثلا جنبه، عمل بطة الشهيرة دي. ممكن نعمل على الناحية التانية من البحر زي مجموعة بقى من التلال كده أو الجبال البعيدة، يدوب بس كده ايه تاخد لون بسيط لأن هي مش باينة وبعيدة، بس ببساطة كده. عايزين بقى نرسم أشخاص في المية، فممكن نعمل هنا مثلا كده شخص، أو مثلا نعمل واقف، او مثلا راجل ومعاه ابنه او بنته بيلعبهم مثلا، هنعمل كده كله. اي شخصية لما بتحللوها الاشكال الهندسية بيبقى الموضوع سهل جدا جدا جدا، وبعد كده تقدروا تغيروا بقى في الملامح وفي اللبس وكل الكلام ده بسهولة.
اهو كله اشكال هندسية. ممكن كمان بقى نعمل مركب بعيد كده صغير، البحر بقى فاضي قوي. عايزين نعمل مثلا شخصيات كمان كده في البحر، هعمل كام شخصية كده. تقدروا طبعا تزودوا براحتكم وتعملوا بقى الزحمة كتير جدا في الشط أو في البحر.
ممكن نعمل مجموعة بقى من السحاب كده بسيطة، يعني طبعا في الصيف مفيش سحاب كتير، فمجموعة كده بسيطة من السحاب بس عشان ما نعملش مساحة السماء كده كلها متبقاش فاضية. إيه برضو عندي، حاسة الشط فاضي شوية، فممكن بس نزود ناس او ان احنا نعمل قوقعة هنا مثلا. بس كده نبدأ بقى ان احنا نحبر. طبعا اللي ما كانش واضح بالنسبة له اي خطوط هيقدر يشوف كل حاجة بتفاصيلها، انا بس مسرعة الفيديو شوية عشان ما ياخدش وقتكم كتير، لكن كل الخطوط هتبان معاكم وفي تفاصيل طبعا بنعملها واحنا بنحبر، فهتلاقوا الدنيا ان شاء الله اوضح كمان لو مش واضح معاكم، ان شاء الله يبقى واضح معاكم لو هنمسح بقى كل الرصاص بتاعنا اللي احنا مش محتاجينه خلاص، ونبدأ ان احنا نلون. مرحلة التلوين برضو من المراحل المهمة جدا جدا، خلي بالكم منها ومحدش يتخدع بان انا مسرعة الفيديو، لا انا بلون براحتي، والموضوع ده بالذات هياخد وقت طويل في التلوين لانه هو في تفاصيل كتير وفي الوان كتير، فبراحتكم خالص وانتوا بتلونوا وخدوا وقتكم، لو زهقتوا سيبوا الموضوع خالص وارجعوا بعد كده كملوا تلوين، لكن ما تلونوش وانتوا سهقانين لان هيطلع من معاكم التلوين مش حلو. تقدروا برضو تشوفوا درس ازاي نلون صح، ازاي تدخلوا الالوان في بعض، وازاي تعملوها بشكل يبقى شكله حلو ومش خبيط. انا هنا برضو هستخدم لكم تكنيكات مختلفة شوية او شكل مختلف شوية للتلوين، ركزوا قوي وانا بلون، تشوفوا هنا في حتت كده ملونها بالشخبطة، بس هيبقى شكلها في النهاية هيبقى عامل ازاي، يعني لو هتشخبطه يبقوا قاصدين انه تشخبطه.
وبكده بقى خلصت الموضوع، خد وقت كبير جدا مش قادرة اقول لكم قد ايه. انا بس مسرعة الفيديو قوي قوي قوي، لكن هو ممتع وتلوينه ممتع. يا رب يكون عجبكم وتقدروا تعملوه وابعتولي على جروب الفيسبوك، بحب اشوف قوي تطبيقات كل الدروس بتسعدني جدا، وكمان كومنتاتكم تحت الفيديو عن رأيكم فيه من الحاجات اللي بتسعدني قوي، يا ريت ما تبخلوش عليا بيها. وما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل لايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة، وما تنسوش تعملوا لايك وتحطوا تعليق تحت الفيديو. أشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير بإذن الله.